يا هلا وغلا فيكم حبايبنا. كثير من الأمراض يحتاج فيها المتعافي إلى فترة نقاهة أو فترة يقدر يسترجع فيها صحته، خاصة الأمراض اللي ممكن تأثر على صحته بشكل مرة كبير مثل السرطانات. اليوم حبينا نفتح ملف طفي الطبي اللي يخص الأطفال، كيف الطفل ممكن نحن نتعاون مع الأطباء ونحن كأهل أيضا نساعده بيسترجع صحته بيسترجع قوته، كيف طريقة الأكل وأيضا طريقة ممارسة الرياضة وأشياء كثيرة تفاصيل كثيرة ممكن تكون مغيبة عننا جميعا حول مرض سرطان الأطفال وعن فترة العلاج والتأقلم والحياة الصحية وغيرها. كثير من الأسئلة راح نناقشها مع الدكتور عمر الشريف، دكتور استشاري أورام أطفال وأمراض الدم. أهلا وسهلا فيك الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا وأشكركم على الاستضافة الجميلة لهذا اللقاء ونتكلم على الأطفال. شكرا لكم. بالفعل يا هلا وسهلا دكتور. في البداية نحن حابين نسألك دكتور، إيش أكثر أمراض السرطانات اللي بتصيب الأطفال ومن أي فئة عمرية وإيش الأسباب يا ترى؟ سرطان الأطفال هو طبعا مصطلح عام، هو عبارة عن خلايا سرطانية قابلة للانتشار والتكاثر العشوائي. وأكثر سرطانات الأطفال شيوعاً هي سرطان الدم الحاد، وتليها سرطان الدماغ وسرطان الليمفاوي العقد الليمفاوية بالنسبة للأطفال. وتستهدف الأطفال من أثناء الولادة لين عمر 14 سنة في المملكة العربية السعودية. جميل جدا دكتور، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. لو تحدثنا عن الأعراض، ما هي الأعراض طبعا المصاحبة لأشهر أنواع السرطانات للأطفال؟ طبعا الأعراض العامة بالنسبة للسرطانات تكون حرارة، حمى، التهابات متكررة، فقدان الوزن، نقص الشهية. أضافة في أعراض تكون خاصة بنوع السرطان، مثلا سرطان الدم الحاد الأكثر بالأطفال تكون أعراضه فقر دم، نزف، كدمات، ألم عامة، طفح جلدي، هذا من ضمن الأشياء. بالنسبة لسرطان الدماغ وهو يعتبر رقم الثاني من سرطانات الأطفال، يكون تقيؤ، خلل بالتوازن، صداع، تشنجات، صرع. سرطان الغدد الليمفاوية تكون تورمات في العنق، في أماكن أخرى في الجسم، وهذا الأكثر شيوعا بالنسبة لسرطان الأطفال. نعم. طيب دكتور، هل عندكم إحصائيات أو نسب معينة يعني عدد الأطفال اللي بيصابوا في السعودية بالسرطانات وحتى في العالم وكم نسبة شفائهم؟ نعم، بالنسبة لسرطانات الأطفال بالنسبة للعالم نسبة الإصابات تقريبا ما يعادل في العالم 300,000، ونسبة الشفاء بشكل عام 70-80%، ونسبة الوفيات من هذا في العالم حوالي 80,000، هذا سنويا. بالنسبة للأطفال الموجودين في السعودية تتراوح من 800-1,000 إصابة سرطان بالنسبة في السعودية، ونسبة الشفاء نفس الشيء، نفس المعايير العالمية من 70-80% الشفاء. نعم. جميل دكتور، خلينا نتكلم شوي على طريقة العلاج والأسلوب المتخذ. من يقرر طريقة العلاج وإيش الظروف اللي ممكن تقرر يعني أو تحدد نوع العلاج؟ تحديد نوع العلاج هو يعتمد على حسب نوعية مرض السرطان. ولكن بشكل عام العلاج المتخذ هو العلاج الكيماوي فأساسي بالنسبة لسرطان الأطفال، أضافة العلاج الجراحي في استئصال الورم إذا كان في عندنا ورم أو كتلة موجودة في الجسم، إضافة العلاج الإشعاعي، وفي العلاج البيولوجي، وكمان زراعة النخاع والخلايا الجذعية. طيب دكتور، يعني بالنسبة للأطفال وإيش أكثر المشاكل أو صعوبات اللي بيمروا فيها أثناء العلاج؟ أكثر صعوبات تمر عليه هي الأعراض الجانبية من العلاج الكيماوي مثل فقدان الشهية، تغيير الإحساس بالطعم، التقيؤ، جفاف الفم، الإسهال، الإمساك، نقص المناعة، الالتهابات المتكررة بسبب طبعاً مضاعفات العلاج الكيماوي، سقوط الشعر، إضافة الهبوط في الحالة النفسية بالنسبة للأطفال. بالنسبة يعني لهم يعني من حتى من عمر 3 سنوات يعتبر الطفل عنده حالة نفسية تتأثر. هو يعلم أنه في حاجة تدور في داخله من ناحية المرض، من ناحية الأمور، وكمان إضافة الأهالي يعانون من هذا الشيء.
دكتور، يعني أثناء حدوث كل هذه الأعراض وكل هذه المشاكل الصحية اللي بتصير، وبالذات يمكن المشاكل الصحية عقدها هي المشاكل النفسية اللي بيعانيها الطفل مما هو يعني في سن صغيرة، اليوم لو تحدثنا عن الطرق الصحيحة للتعامل مع الطفل المريض. الطرق الصحيحة مع تعامل الطفل المريض هو تحسين الحالة المعنوية وتحفيزها وإعطائه الأمل بالشفاء، وكذلك المساندة من الأخصائيين النفسيين، وهذا ضروري لتحسين استجابته للعلاج ورفع مناعته بسبب الحالة النفسية. إضافة تعاون والدي الطفل مع الفريق الطبي والثقة المتبادلة والصبر على مدة العلاج، لأن مدة العلاج لمرضى السرطان تتراوح أقل حاجة من 6 شهور لمدة ممكن 3 سنوات، تتراوح لأربع سنوات 5 سنوات. إضافة ممارسة المهارات الفكرية والعملية، مواصلة تحصيله العلم للطفل المريض وتحفيزه، وتدخل مع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مساعدتنا في مثل هذه الحالات. نعم. طيب دكتور، هل في طرق علاج نفسية معينة بالنسبة للتعامل الأطفال أيضا نفسيا جدا صعب؟ يعني ما هو كبير أنك أنت تقنعه أنه فيها إرادة الله، في إن شاء الله يتماثل للشفاء، كيف تتعامله من الناحية النفسية حتى يكون أقل ضرر يعني نفسيا؟ نعم، هو من ناحية الطفل دائما نحاول يعني نرفع منه حالته النفسية من ناحية المهارات الفكرية داخل المستشفى، إضافة المواصلة التحصيل العلمي من ناحية التعليم، من ناحية الترفيه له في داخل المستشفى، في إعطاء علاج الكيمائي، الانصياغ للنصيحة الطبية، كمان التثقيف الصحي عن طريق الورش العلمية والتعليم له. جميل. بما يخص النظرة المجتمعية السلبية حول مرضى أو أطفال السرطان، خلينا نتكلم عن الوسائل العملية اللي ممكن تحد من هذه النظرة السلبية، خبرنا دكتور. والله هو أهم حاجة خلق الوعي العام حول قابلية الشفاء من سرطان الأطفال، لأنه النظرة السلبية العالم تعلم أنه إذا أصيب هذا مثل ولدي في مثلا مرض سرطان لا قدر الله، العالم تتخذ انه خلاص الطفل انه في حاله انه خلاص ما في علاج له. بالعكس، العلاج الان الحمد لله تحسنت، وسائل العلاج ارتفعت نسبه الشفاء. كان في عام 1900 تقريبا 70 ميلادي كانت نسبه الشفاء فقط 20-30%، الان نسبه الشفاء تصل ل 70-80-90%. اضافه ضروره الانصياع للنصيحه الطبيه والتشخيص المبكر، ويكون كمان عن طريق التثقيف الصحي عن طريق وسائل الاعلام، الورش العلميه، وكمان التعليم، لأنه هذا يؤدي إلى تغيير النظرة السلبية لعلاج مرضى أطفال السرطان. هذا اللي يخليني اليوم أسألك دكتور، هل مثلاً تنصحنا بنصيحة معينة كيف نقي أطفالنا من السرطانات، خاصة إذا ما كان وراثي أو جيني؟ نعم، هو وفقاً للأبحاث التي أجريت على مرضى السرطان، لا يمكن أن تمنع مرضى السرطان بنفس الطريقة التي نتعامل معها مع الأمراض الأخرى، باستخدام مثلاً اللقاحات، ولكن بعض التغييرات بنمط الحياة. مثل إيش؟ مثل النشاط البدني، الغذاء الصحي الجيد، تجنب عمليات الفحص الغير مبررة والتعرض للإشعاعات السينية بشكل متكرر، البعد عن البيئة المدخنة، تجنب السهر والنوم المبكر، لأن السهر يضعف المناعة وبالتالي يزيد من مخاطر الإصابة، استخدام التكنولوجيا بأمان لأنها الترددات التي تنبعث تؤثر بالمدى البعيد كمان على الطفل. جميل دكتور، هذا كله ما يدركه الطفل ك يعني وسائل لحماية الطفل من التعرض لأحد أنواع السرطانات. اليوم ماذا عن اتجاه الأهالي، وهذا هو المهم تقريبا، في طريقة العلاج؟ في أهالي كثير بيوثقوا بالعلاج الشعبي، يقول لك أنا ما أوثق بالفريق الطبي، وهذا ما يجدر بنا أنه إحنا نوعي من ناحيته. من وجهة نظرك كيف ممكن إحنا نغير هذا النظرة؟ صراحة هذه مشكلة كبيرة نواجهها كفريق طبي في المجتمع، خاصة في مجتمعاتنا العربية، وهو أغلبهم يؤمنون بهذا العلاج اللي غير قائم على دراسات علمية ويؤدي إلى مضاعفات كبيرة للمريض ويزهاق روحه، وكمان يعني الأهالي يخفوا عنا أحيانا باستخدام العلاج الشعبي أثناء علاجاتهم الطبية، وهذا يؤدي إلى حياة الطفل. وقد واجهنا بعض المشاكل هذه أثناء العلاج، وكنا دائما يعني نصل يعني ننصح الأهل بعدم استخدام العلاجات الشعبية أثناء العلاجات الكيماوية وتجنب لها، مثل الكي، مثل بول الإبل، خلطة غير معروفة التكوين،
لأنه هذا كله تؤدي إلى حياة الطفل وإلى إزهاقه. كيف تتعاملوا مع الأهل حتى يتقبلوا يعني خبر مرض ولدهم أو طفلهم؟ صراحة يعني بالنسبة للأهل يعني تكون صدمة لهم من ناحية يعني تقبل أنه هذا الطفل أصيب في مرض، ودائما يقول لك ليش أنا طفلي أصيب بهذا المرض. نحاول نشرح بالأوضاع بأن هذا ليس مرض وراثي، ولكنه هو مقدر ومكتوب من الله سبحانه وتعالى، ولازم نتكاتف مع الفريق الطبي لكسب الثقة، بحيث أنه نتكاتف مع الأهالي على أساس نرفع الحالة من العيون، حتى الوالدين على أساس أنه يكملوا العلاج للطفل بالنسبة للعلاج الكيماوي، ونشرح لهم بأن نسبة الشفاء تكون عالية، والأبحاث العلمية بالنسبة لهذا المرض تقدم بشكل كبير. جميل دكتور، التفاعل العلاجي مع الطفل أو المريض، خلينا نتكلم بشكل شمولي أكثر، هو الحالة النفسية اللي بيعيشها والتأثير بالعوامل البيئة اللي هو عايش فيها. خلينا نتكلمها من هذا الجانب. الأهالي اليوم طريقة تقبلهم لمرض أحد أطفالهم، وكيف ممكن يهيئوا له بيئة مناسبة لأنه يتخطى هذه خلينا نقول العقبة، كيف ممكن أنه الأهالي يتقبلوا هذا الموضوع؟ هو أهم حاجة في هذا أنه تحسين الحالات المعنوية وتحفيزها وإعطائها الأمل بالشفاء. وكذلك يكون هذا المساندة الكبيرة مو فقط من ناحية الأطباء، من ناحية المساندة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وهذا ضروري ضروري لتحسين استجابة العلاج ورفع مناعته بسبب الحالة النفسية، لأن الحالة النفسية جدا مهمة للأهالي إضافة للطفل، أساس يتقبل علاجه الكيميائي أو الإشعاعي من ناحية الفريق الطبي، لأن الحالة المعنوية ترفع مناعته ما يعادل تقريبا 50%، وهذا يهمنا كثير. ودائما نشتغل حنا كأطباء على الحالة النفسية في مثل هذه الأمراض بالنسبة لعلاج مرض السرطان. دكتور، مهما الإنسان يكون قوي يتعامل يعني مهنيا، إلا يعني الإنسانية تطغى عليه، خاصة في التعامل مع الأطفال لما تشوف بكاهم وألمهم. يعني ممكن تذكر لنا موقف مريت فيه أثر فيه يعني تأثرت كثير، وكيف تعاملت معه؟ صراحة أنا يعني إحنا تأثرنا في مواقف كثيرة، سواء في علاجات مرض السرطان، ولله الحمد يعني دائما يعني نذكر الله. وتعرف زي ما نعرف احنا مسلمين، ونتجه ان الله سبحانه وتعالى هو في النهايه هو الشافي. نعم. وحنا دائما سبب من ضمن الاسباب هذا الشفاء، والاطفال دائما يعني نواجه هذه المشاكل من ناحيه انه تحفيز حالتهم المعنويه، نجلس معهم فترات طويله، اضافه تصير فينا ثقة متبادلة ما بيننا وبين الطفل، لأننا نجلس يعني فترات طويلة مع هذا الطفل من علاجه من 3 إلى 5 سنوات، أحيانا تصل إلى 10 سنوات. وبالتالي يعني من ضمن هذه المواقف يعني إعطاء الأمل بالشفاء، من ناحية إحنا نأخذ بالأسباب والباقي العلاج هو الله سبحانه وتعالى. أكيد دوركم كبير ولا يلغى نهائياً، أنتم طبعاً سبب قوي جداً ما بعد إرادة الله ومشيئة الله. طبعاً يعني شكر يمكن ما يوفيكم حقكم. دكتور، عودة يمكن للموضوع من جانب، خلينا نتكلم بدني للمريض أو الطفل المصاب بأحد أنواع السرطانات، هل يتوقف النمو مع هذا الطفل؟ هل يكون في مشاكل؟ يعني هل في مشاكل راح تكون خلينا نقول سايد افكت عن طريق العلاجات هذه، انه ممكن انها تسبب مشاكل الطفل في نموه او في ممارسه حياته بشكل طبيعي اثناء العلاج؟ نعم، ممكن تؤثر على نموه من ناحيه التغذيه، من ناحيه الهرمونات حتى تؤثر بالعلاج الكيميائي، ولكن احنا نشتغل عليها من ناحيه اخرى، من ناحيه نبني هذا الجسم بالتغذيه، اضافه نعمل على تحفيز البدني من ناحيه الحركه، من ناحيه الرياضه، من ناحيه العلاج الطبيعي. واثناء ما ينتهي الطفل من العلاج الكيميائي يتجه للعلاج الطبيعي، تنشيط الحركه له والتحفيز،
وهذا عامل كبير بالنسبة للطفل. نعم دكتور، إذا حضرتك عندك شيء تبغى توصله يعني للأهالي، نصيحة وكلمة أخيرة. كلمة أخيرة هي أنه الآن مرضى السرطان علاجه الآن متوفر، نسبة الشفاء ارتفعت ل 70-80%. لازم نتكاتف مع بعض بالنسبة للعلاج، ونتجنب العلاجات الشعبية لأنها قد تؤدي إلى حياة الطفل وإزهاق روحه. نعم دكتور عمر الشريف، دكتور استشاري أورام أطفال وأمراض الدم، يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك اليوم معنا.